جفت الصور على حائط المناشدات ولم تجف حناجر أهالي ورفاق المختطفين والمعذبين يفعلون ذلك وهم معتقلون داخل تضاريس الحرب الموجعة. لم يعودوا أولئك المتفرجين عليها، صاروا جزءا من دورتها الدموية. أكثر من عام ونصف وصحفي اليمن معتقلون في جوف السجون وأرصفة البطالة وجبهات القتال والمنافي، موزعون ولا جهات تشرع لهم أجنحة الخلاص من جائحة ميليشيا حولت بلادهم إلى سجن كبير ودمرت جسر العبور إلى المستقبل. هذه جنازة أخيرة لصحفي اغتيل مسموما في عاصمة تسيطر عليها الميليشيا وتحتقن بالقهر اليومي. وهذه جموع تندب حظها وتشيع جثمان لطالما قيل عنه رائد الصحافة الاستقصائية في اليمن. ليست أول الجنائز ولن تكون آخرها، فجنائز السجون والبحث عن الخبر ملأت الساحات وصفحات التقارير المحلية والدولية. لقد تحول الصحفي من كاتب وناقل للخبر والصورة إلى خبر وصورة بحد ذاته. بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فإن اليمن يتصدر البلد الأكثر فتكا بحياة الصحفيين حول العالم. فقد اتهمت المنظمة ميليشيا الحوثي والمخلوع بجعل اليمن بؤرا سوداء على المستوى الإعلامي. تقرير المنظمة سبقته تقارير دولية كثيرة أجمعت على أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تسببت بجعل البلد محرقة للصحافة وحرية التعبير، وسممت المناخ الإعلامي وألغت كل مساحات التغطية الخبرية. أما لماذا استهداف الصحافة والإعلام؟ فذاك أمر شائع لدى جماعة لا ترى في حرية التعبير سوى الفرق بين الرصاصة والقلب، وليس بوسع القلب تحمل مدارات البندقية. من لم تغتله الرصاصة اغتالته السجون أو القهر النفسي. وبين هذا وذاك تقف الحكومة المعنية بإنقاذ هؤلاء عاجزة عن مد يد الخلاص. حكومة تواطأت الحرب معها في قهر الصحفيين وإطالة ليلهم، غير أن قرارها الأخير بتسليم مستحقات من أحرمتهم الميليشيا في صنعاء من مستحقاتهم في وكالة سبأ كان العنوان الأخير في سياق تحسس وضع الصحفيين، خاصة من وضعهم الإنقلابيون في خانة مزاجهم الشخصي. رغم كل هذا لم تخبو أصوات النساء وإن تسلل إليها الوهن. كثيرات بلغن من العمر ما أضعف قوهن على الوقوف في الاعتصامات التي نفذت، لكنهن لم يخلفن موعدا معها. يحضرن من مناطق بعيدة بقلوب متخمة بالألم وصور بالأبيض والأسود تأكلها أصفر السنين.